ليا وإلى فقرتنا التالية، واحتفاء بعيد المرأة العالمي افتتح في القاعة الدمشقية بمحطة الحجاز بدمشق سوق منتجات سورية والذي تنظمه الشركة السورية للحرف، أحد برامج الأمانة السورية للتنمية، والذي استمر لمدة 4 أيام. والحديث أكثر عن هذا المعرض أكيد بيسعدنا أن نرحب بيارا عبود مديرة العلاقات العامة للسورية للحرف. يسعد صباحك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يا را. صباح الخير. يعني بالبدايه هيك خلينا نتعرف عن السوريه للحرف، قديش صار لها، مين بتضم، وشو هي الحرف يلي بتقدمها؟ اكيد السوريه للحرف هي برنامج من برامج الامانه السوريه للتنميه، غايتها الاساسيه هي دعم الحرفيين السوريين وحمايه الهويه الثقافيه للحرف السوريه. الشركة السورية للحرف كان لها أول علامة تجارية بال 2013 هي أبها، وهي عبارة والشركة السورية للحرف هي مشروع تجاري تنموي بنفس الوقت اجتماعي، فهي هي الشركة السورية للحرف. أكيد نحن بالسنوات الماضية وحتى ضمن صباحنا غير كان عندنا سيدات من السورية للحرف وتقيناهم وضوينا على المواهبهم والمنتوجات الفريدة يلي عم بيقدموها، ولكن خلينا نحكي عن آخر حدث قمتوا فيه، هو معرض منتجات سوريات بمحطة الحجاز. خلينا نحكي عن هذا التنظيم يلي صار. أوكي، هلأ نحن ببداية شهر آذار تواصلنا مع وزارة النقل، مشكورين على دعمهم، وخصوصا انه سلمونا محطة الحجاز من سيادة الوزير، استلمناها كثير تحملونا، كان في ضغط كثير كبير علينا، كان في كركبة، وخصوصا بتعرفوا انه البازار صار قدرنا نعمله باسبوع واحد، فهذا الشيء كان كثير صعب بالتعاون من يعني من لائحة الحرفيين الموجودين بالشركة. كان في لائحة قائمة كتير كبيرة، وخصوصاً اللي اجوا من كل المحافظات، قدمنا لهم الدعم، المنامة، وسائل التنقل، طبعاً الرسوم كانت الاشتراك كان أكيد مجاني، تحملتها الشركة والقائمين عليها. نعم، لكن كان في مشاركات طبعاً لسيدات سوريات ولحرف متنوعة من جميع المحافظات السورية، لكن يمكن هون خلينا نحكي عن هالهدف. أكيد. أهمية الهدف اليوم، يعني يمكن الظروف بعدتنا شوي عن أنه نتنقل كتير بين المحافظات، نتعرف على حرف تانية. اليوم قدي حلو أنه الشام عاصمة الياسمين. أكيد. جامعة كل هالحرف، خلينا نحكي عن الهدف. هدف المعرض كان أول شيء كان بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، فنحن حبينا نسلط الضوء على المرأة السورية العاملة المنتجة اللي بتقدر تعمل بمشروع بسيط برأس مال بسيط، شوية دعم من عنا شوية دعم من عندها، بصير مشروع كامل ومتكامل، بتقدر تكون قادرة ومتمكنة أنه هي تكون عنصر فعال بالمجتمع. وفي سيدات هيك كانوا موجودين مقدمين، ولكن ما عندهم يمكن خافوا أنه هيك يقدموا الفكرة. قديش كمان الدعم النفسي له أهمية كتير، ومن أهداف الجمعية؟ أكيد الدعم النفسي له كتير أهمية، وكان في كتير سيدات مشاركات. طبعا بالنسبة لمساحة محطة الحجاز قدرنا نحن نلتزم مع 25 سيدة كانوا جايين من كل المحافظات السورية. تمام. أوكي، عنا السويدة كان جاي من هنيك، كان عنا من اللاذقية، كان عنا من طرطوس، كان عنا من دمشق، من ريف دمشق، وأكيد أملنا لهم كل الوسائل لحتى يكونوا هنا مرتاحين. دعمهم النفسي كمان كان كتير مهم، أكيد كان مشروع كتير ناجح كبداية جيدة جدا، ونتائج الحمد لله كانت كتير منيحة. الحمد لله ما في كان صعاب أبدا. أكيد. الحمد لله. دائما التنظيم الجيد والمنظم اكيد بيطلع نتائج حلوه. خلينا نحكي عن المشاركات اليوم والحرف اللي استقبلتوها ضمن هذا المعرض.
مع لك نحن المشاركات كانوا 25 سيدة اجوا كلياتهم من المحافظات، التزمنا بهذا العدد بسبب مساحة محطة الحجاز، فكانوا من السويدة وكان في عنا من طرطوس ومن اللاذقية من دمشق ومن ريفا، وكلياتهم قدموا منتوجاتهم اللي عرضناها بالبازار، وكانت كثير بداية جيدة ونتيجة موفقة وما تعرضنا لصعاب ابدا الحمد لله، كان كل شيء منيح. اكيد يعني لما بنشوف هالنجاح او بخطوه النجاح دائما بنفكر بخطوه جايه تكون قد الثقه وقد الحمل واكثر. يعني ضمن هالنجاح اللي حققه المعرض اليوم الجمعيه، قديش عم تفكر بخطوه جايه وقديش انه تنقل من دمشق نفس المعرض الى محافظات ثانيه؟ نحن كنا موجودين بال 2020 بالتكية السليمانية بسوق الميلاد، كمان كانت الشركة السورية للحرف نفس الغاية تبعها دعم الحرفيين، وكان هذا المشروع بال 2020 وهلأ عملنا هيدا البازار، والجاية لسه قريب كتير، يعني إن شاء الله هيك ترقبونا بشي جديد إن شاء الله. دائما النجاح بجر نجاح إن شاء الله، وخاصة يعني دعم المرأة السورية يلي اليوم هي المعيلة، هي الأم، هي الحنان، هي العطاء، هي يعني مو نصف المجتمع، هي كل المجتمع تقريبا. خطوات كتير مهمة اليوم عم تندرس، عم تتنظم لحتى يمكن تصير على أرض الواقع. خلينا هيك نفوت بالعلاقات باختصاصك ونحكي عن التنظيم، نحكي عن اختيار محطة الحجاز. أوكي هي كبيرة بس هي لها شأن كتير مهم، ونحكي كتير عن اختيار السيدات. أوكي، محطة الحجاز مثل ما شفتوا ديكوراتها الداخلية، الرسومات الموجودة فيها، الزجاج الملون، الخشب العتيق القديم، كلياته بيشبه روح تراثنا السوري العريق وبيشبه روح المنتوجات اللي كانت موجودة، فهذا عمل تناغم واضح وكتير كبير بين المنتوجات وبين المحطة، وكان في نجاح كتير كبير الحمد لله. وبالنسبة للسيدات اللي كانت مشاركين كانوا كتير مرتاحين، يعني كان كله متناغم مع بعضه، فالحمد لله كان نجاح يعني واضح. يعني مثل هيك معارض خلينا نحكي قديش مهم اليوم تكون موجودة، سواء كانت متخصصة أو متنوعة بدعم هدول الحرفيين، وأيضا الأهم هو دعم كمان السيدات يلي مثل ما قالت ليا من شوي عم يلعبوا دور كتير كبير اليوم. أكيد بالنسبة للظروف اللي مرقنا فيها بهال 11 سنة، فكانت السيدة أكيد حست حالها أنه هي بتقدر تقدم وتعطي أكثر من المنصب اللي هي شاغرته، يعني وخصوصا بالأرياف السيدة بتقدر تكون داعمة إيد بإيد منتجة للرجل لحتى نقدر ندعم الاقتصاد الوطني، فهي دورها كتير أكبر بكتير من اللي هي شاغرته. أما بالنسبة لموضوع الحفاظ على الحرف التخصصي، المعارض التخصصية، هلأ غاية المعرض التخصصي كل معرض له غايته، إذا كانت غايته هي دعم الصناعات اليدوية فهو بيكون بيركز على هذا الموضوع، هذا الشيء بيعطي ثقافة أكثر للشخص أنه يقدر يتعرف على الحرف اللي عم تنتشر، وبنفس الوقت يقدر يعرف صعوبة آلية كل حرفة كيف عم تتصنع، بيقدر يقدر الحرف الموجودة قدامه، وكمان بنفس الوقت هذا بيكون تسويق كتير كتير مهم لإله إذا هو عنده منتوجات حابب إنه يعرف عنها، فهيدا المعرض التخصصي يعني مهم. نعم، خلينا لكن نحكي عن المنتوجات يلي كانت متواجدة بالمعرض، شو هي الهاند ميد اللي كان؟ تمام، هلأ مثلا كان عنا كل سيدة كانت عم تقدم من شيء بيشبهها شيء من المحافظات، مثلا كان عندنا الكروشيه، كان عندنا الزجاج الملون، كان عندنا سيدات عم بيقدموا اكلات هن عاملينها كثير طيبين، يعني بتدل على المنطقه اللي جايين منها، اكيد اللي هن جايين منها. كان في سيدات مثلا جايبين زيت الزيتون، كان في سيدات جايبين المريميه، جايبين المنتوجات، كل سيده كانت عم تشارك بالمنتوجات اللي هي جايبتها من اكيد ما عم تعبر من منطقتها لو بشيء بسيط، بس كان مشروع كثير متكامل يعني.
نعم، خلينا نحكي عم نحكي عن مشاريع صغيره بلشت يمكن من بيوت السيدات من ولا شيء وشوي شوي عم تكبر، هي المشاريع برايك اليوم لشو بحاجه؟ اوكي، هلا هيدي المشاريع هي بحاجه اكيد كلياتنا بنعرف لدعم مادي بحاجه هي له، بس كمان هي بحاجه لاصرار وتصميم، يعني نحن ما فينا نبلش المشروع بنصه ونوقف المشروع، لازم يكون في دراسة استراتيجية لهذا المشروع، لازم نعرف أنه هذا المشروع اللي بدنا نبلش فيه شو الخطة الاستراتيجية تبعه، لوين هي بتوصل، للدعم المحلي لإلنا شو بتقدر تقدم، بعدين شو بنقدر نقدم كتصدير لهيك مشروع خارجي. بس بداية للدعم المحلي نحن بيهمنا أنه ندرس ونكون عارفانين الخطة الاستراتيجية لهذا المشروع. تمام يارا، هون خلينا نركز على نقطة، يمكن السوشيال ميديا مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين، أحياناً بيضر وأحياناً بيفيد، ولكن مثل هيك مشاريع في بعض السيدات بتسوق لها سوشيال ميديا، بعض السيدات بتشارك بالبازارات اليوم ضمن المشاركة وضمن الجمعية السورية للحرف، نحن كيف فينا نعطي للسيدات آلية ماركتينج هي تكون صح تأمن لهم استمرار وحتى عند الفشل، أو يمكن كان في كثير من اللحظات بيوقف الشغل او موسم او كذا، كيف نحن فينا نرجع لهم هذا الشيء بمساعده مختصين؟ اكيد، هلا اول شغله نحن الشركه السوريه للحرفيه دائما هدفها الاول والاساسي هي حمايه الحرفيين والمتابعه أوكي. ودعمهم، اوكي؟ فنحن بالاخير اول شيء الدعم المادي هو عم بيكون اكيد موجود، وثاني شيء الدعم المعنوي كمان عم بيكون اكيد موجود، فيعني هن بدهم يشتغلوا على مشاريعهم البسيطه براس مال بسيط، وبالاخير الشركه السوريه هي عم بتكفي معهم بالدعم، يعني بده يكون هن عندهم اصرار وتصميم انه يكفوا هذا المشروع، ما فينا نوقفهم من النص، فاكيد يعني انه نحن داعمين الاول والاخير، وبالاخير يعني ان كان على السوشيال ميديا، ان كان بمشاركات بالبازارات، ان كان بمعارض، 100% كلياتهم، لانه نحن كنا دائما موجودين ورح نكفي، وان شاء الله حتشوفوا شغلات جديده كمان موجوده. يعني دائما لما كنا نستقبل السيدات او الحرفيين من مختلف المجالات، اصعب مشكله ليا كانت عندهم التسويق، او مو عارفين انهم دائما يصرفوا منتجاتهم، فاكيد انهم بايدي امينه، اكيد طبعا، اكيد مع سوريا بالحرف اكيد، وخصوصا وقت بيشاركوا بالبازارات او بالمعارض، بهدول الشغلات هن بيقدروا يعبروا عن منتجاتهم كلياتها اللي ما عليها ضوء، مثل ما قلتي السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، فبنفس الوقت انه في اشياء ما أنا ظاهره، وفي اشياء انه عم بتبين اكثر، فاكيد بالنسبه لنا نحن بالسوريا للحرف نحن اكيد نحن داعمين، بتعرفي هي غايتها الاساسيه الاولى والاساسيه هي دعم الحرفيين السوريين ودعم الهويه الثقافيه للحرف السوريه. تمام يارا، لكل حدا عم يتابعنا حابب ينضم لجمعيه سوريه للحرف، حابب يقدم الحرفه اللي هو بينجح فيها، حابب يتعلم حرفه، اكيد انتم عندكم تشبيك مع جهات ثانيه، لكل حدا حابب يتعلم يمكن حرف، اكيد لانه عم يعملوا عم هلا في تنسيق، اكيد عم بيقدموا دورات تعليميه لحرف معينة في تنظيم لإلون، يعني كل حرفة موجودة، خاصة الحرف اللي أكيد يمكن ما في غير شخص أو شخصين 100% فنحن عم نوسع هذا الموضوع، وأكيد هلأ في معارض، وفي غير المعارض في دورات تدريبية، حلو، لكان لحتى يشاركوا ويكونوا يتعلموا هذه الحرفة، أكيد هلأ هن حسب هن شو عندهم، يعني بيقدموا على السي في أكيد، وبيقدموا هن شو مشتغلين، والجهات يعني بتابع هذا الموضوع، الجهات المعنية باستقبال الشباب والصبايا اللي حابين يتطوروا ويساهموا بهدول الحرف. نحن معنا صبية من السورية للحرف، صبية رندا كمان تشتغل، الست رندا تشتغل بالكروشيه، وحابة كمان تفرجيكم شوي على هلا بعد شوي أكيد. أوكي أوكي. اكيد رح تفرجينا حرف عديده وتحكي لنا الستوري تبعها لحتى تكون هي عبره لكل كثير قصه، يعني عبره
مهمة لكل السيدات. يارا يمكن مشاريع كثيرة، معارض كثيرة عم تقوم فيها جهات عديدة، ولكن صح. الاستمرارية والمتابعة هي من أهم أهداف الجمعية يلي نحن اليوم ركزنا عليها. خلينا نرجع هيك نحدد كيف فيهم أي حدا يتواصل معكم، وين المقر، كيف فيهم يقدموا لكم إيميل، فيسبوك، في رقم لحتى حابين هن ينضموا لكم، كيف؟ أكيد. هلأ الشركة السورية للحرفية موجودة بمسار، أوكي عن طريق المعرض. أوكي هلأ هن وقت اللي بدهم يقدموا بدهم يروحوا على الشركة، بدهم يعني أكيد في رقم تليفون، أكيد فيهم يتواصلوا مع الأشخاص المعنيين، بس هيدا شيء يعني بالشركة السورية للحرف. تمام. مو عندي يعني. نحكي عن الخطط المستقبلية اللي رح تكون أو المشاريع الجديدة اللي عم تحضروا لها. هلأ في كتير خطط إن شاء الله بتشوفوه عن قريب كتير، ونحن بالأساس دائما هدفنا وغايتنا الأساسية هي كانت مثل ما قلنا دعم الحرفيين السوريين وحماية الهوية الثقافية للحرف السورية. وأكيد أنتم بتعرفوا أنه سيادتها وقت اللي إجت على المعرض كانت يعني كان في طاقة كتير كبيرة، وكانت طاقة من أول ما فاتت حلوة من لحظة دخولها لوقت ما طلعت ولهلأ. سيادتها هي الداعم الأول والأساسي من أول ما تأسست الشركة ولهلأ ولبعدين، بتدعم كل المشاريع اللي هي بتهدف لحماية الهوية الثقافية السورية وحماية الحرف السورية اللي هي ما تنسب لبلدان تانية، اللي هي تنسب فقط لإلنا لأنه هي بالأساس هي سورية. تمام. يارا عبود مديرة العلاقات العامة في السورية للحرفنا، نشكرك كثير. شكركم على ضيافتنا. شكرا. موفقين بكل خطواتكم. شكرا إليك حبيبتي. شكرا.